من خلال هذه المتابعات الإخبارية المختلفة. نتحول بكم الآن إلى أولى فقراتنا الحوارية. الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح بالأمس مصنع الرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ. هذا المصنع يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم من خلال استخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة. أيضا يعتبر افتتاح هذا المصنع إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية. دعونا نتابع بداية هذا التقرير ثم نبدأ النقاش حول هذا الموضوع، كل ما يرتبط به من حيث إنشاء المصنع وأيضا ملف الثروات الطبيعية في مصر وموضوع الرمال السوداء إلى أي مدى أحد الموارد الطبيعية المهمة التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل. نتابع التقرير بداية ثم نبدأ الحوار. افتتاح رئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ يؤكد أنه حريص كل الحرص على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، فمشروع الرمال السوداء يعظم الاستفادة من المقدرات الثمينة بالمنطقة والتي تحمل في طياتها العديد من المعادن النفيسة، ويعد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وسيكون من أهم العناصر المصرية الجاذبة للاستثمار، لا سيما أن الافتتاح يتزامن مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي الحكومي. مشروع الرمال السوداء يؤدي لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة وزيادة فرص العمل، فضلا عن فتح الطريق أمام مساحة كبيرة للتصدير لارتباطها بسوق واسع من المجالات في العديد من الصناعات الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية، ما يجعلها فرصة قوية لجلب العملة الصعبة في هذا التوقيت المهم. المشروع يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط، وهو نتاج العمل لسنوات طويلة للوصول إلى صورته الحالية، حيث كانت الرمال تحتاج للتوظيف الصحيح لاستخلاص المعادن والعناصر التي تعتبر ثروة قومية. المصنع تم إنشاؤه على مساحة 80 فدانا، وينقسم إلى 3 مناطق إدارية تضم مباني خدمية تخدم العاملين بالمصنع، ومنطقة صناعية تضم 6 هناجر حسب إن شاء الله. أهلا بكم مجددا، وأدعوكم لترحيب بضيفنا الكريم في هذه الفقرة الحوارية، مهندس عصام مدبولي، خبير الثروة المعدنية واستشاري الملاحات. أهلا بك باشمهندس، سعداء بوجود حضرتك معنا. وأبدأ معك في يعني الرمال السوداء، ما الأهمية أو القيمة التي تمثلها هذه الرمال من حيث أنها مورد طبيعي أو ثروة طبيعية في أي دولة؟ هو الحقيقة طبعا أنا بشكر حضرتكم على اللقاء السريع دوت إن شاء الله. أهلا بيك، ويارب يكون فيه فايدة إن شاء الله لينا بالكامل. يعني الحقيقة الرمال السوداء طبعا هي المادة الرئيسية الأساسية لإنتاج معادن ثمينة جدا 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 الحقيقة. وأول معدن عايز أتكلم عليه وركز عليه هيبقى الإلمنايت، بالإضافة إلى معادن أخرى طبعا زي الزركون وزي الماجنتايت وزي الجلايت والروتايل والمونرايزد. طب الرمال دي نادرة الوجود في الكرة الأرضية ولا منتشرة يعني؟ والله أنا على حد علمي حضرتك إن معانا نهر النيل ومعانا البحر المتوسط، التقاء الطمي بتاع نهر النيل مع الرمال اللي موجودة منتشرة في شاطئ البحر المتوسط بتكون عليها معادن ثمينة، اللي هي الرملة بتتحول إلى رمال سوداء من تواجد الطمي في النيل، فيمكن تكون دي فرصة ثمينة لينا احنا في مصر مش موجودة في شرق في دول أخرى. الرمال دي اللي هي ممكن نشوفها في مصايف زي راس البر أو بعض المصايف الموجودة على البحر منتشرة قريبة من نهر النيل. بالظبط، منتشرة حضرتك من رشيد إلى رفح، بس طبعا متنوعة الكميات، أكتر من كميات منها موجودة في كفر الشيخ البرولوس متواجدة بكميات، وفي أماكن أخرى طبعا في مصر تحت في لكن بكميات بسيطه جدا، لكن انا اعرف على حد ان برضه انها متواجده في الساحل الشمالي اكتر. طب يفهم ضمنيا كده انها موجوده في اي دوله بيحدث فيها التقاء النهر بالبحر؟ لا، وعندنا في مصر عشان عندنا خاصيه موجود نهر النيل موجود عندنا، فسبحان الله حبانا ربنا بيه نهر النيل بيصب في البحر المتوسط، فالطمي اللي متواجد في نهر النيل دوت بيتلتقي مع الرمال فبيحصل التواجد بتاع الرمال السوداء. لكن انهار اخرى ما بيحصلش فيها ده؟ الله اعلم، الحته دي ما اقدرش اقدر في حضرتك. لكن عموما هي موجوده عندنا موجود مصر. الحمد لله في مصر بكميات وفيره وكميات كويسه جدا جدا والحمد لله على مدار السنين كامله. ليها درجات نقاوه ولا؟ ليها درجات نقاوه، ليها درجات نقاوه كثيره جدا. تصنيف الرمال اللي عندنا نقاوتها ايه؟ الحقيقه الرمال هنا عندنا بقى المعادن ذات نفسها اللي بتطلع من الرمال هي اللي بتحدد مدى نقاوتها. بالظبط كده، انت عند حضرتك الليمونايت والزركون والمعادن الاخرى دي طبعا مع الفصل اللي بيحصل
بيبقى بيكون نسبه النقاوه بتاعتها بتاعت المعادن دي. في دول بتصنع او بتعمل صناعات على الرمال السوداء دي ومش موجود عندها يعني تستوردها؟ الحقيقه لا، لحد دلوقتي برضه فيش دول بتاخد الرمال السوداء وتصنع منها منتجات اساسيه زي المعادن بتاعتنا الثقيله. لكن الدراسات كلها اللي كانت شغاله في الفترات الاخيره كانت بعض الدول كانت محتاجه تاخد الرمال السوداء من مصر علشان خاطر تبدا تشتغل منها وتنقيها وتطلع منها الامينايت اللي هو الماده الاساسيه لانتاج الروتايل سينثيتك. الروتايل سينثيتك ده اللي بيخش في الصناعات بتاعت التيتانيوم. بس المهم دلوقتي ان احنا نعرف انه على الاقل ما فيش دوله في المنطقه بتشتغل في صناعه الرمال السوداء. شوف حضرتك احنا مش بنتكلم على الرمال السوداء، احنا عايزين نتكلم على الامينايت نفسه كماده اللي هي الامينايت. الامينايت الامينايت هي ماده معدنيه. الالومينايت الالومينايت ديت هي الماده المعدنيه الاساسيه في انتاج اللي انا جاي اقول لحضرتك عليه. مادتين رئيسيين النهارده، معدن وماده كيماويه. المعدن هو معدن التيتانيوم، الماده الكيماويه الرئيسيه هي ماده التيتانيوم دايكسايد او ثاني اكسيد التيتانيوم. والاثنين دولت فاليبل او بمعنى صح قيمين جدا 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 في الاسواق العالميه ومش متواجدين. ما حدش فيش مصنع في مصر او في الشرق الاوسط على حد علمي. انا عشان كده انا قلت امهد للموضوع ان احنا نعرف انه ما فيش حد بيصنعها حد بيشتغل ولا بيشتغل في هذه المواد دي في المنطقه. طبعا هتبقى فرصه. العنصرين دول ايه؟ فرصه بقى، هي دي فرصه ان احنا نعمل استثمار جيد لينا في مصر، صناعات جديده استراتيجيه ما كانتش موجوده. صناعه ثاني اكسيد التيتانيوم وصناعه التيتانيوم نفسه. التيتانيوم نفسه كمعدن. طبعا دي ليها بروسس ودي ليها بروسس، ودي طبعا في تقنيات عاليه جدا جدا، شركات عالميه بتقدر تعمل الكلام دوت. وفي عندنا دول مجاوره بدات هذه الصناعات، واحنا ان شاء الله بامر الله ممكن يكون عندنا الخبرات اللي موجوده في مصر تقدر تطلع بالصناعات دي. زي بدات صناعات تقوم على التيتانيوم طبعاً على معدن التيتانيوم. طبعا طبعا في دول صديقه. يعني اغفر لنا عدم معرفتنا بالتيتانيوم، يعني طيب. اعتقد انه هو معدن هو لكن ربما ما يكونش مشهور زي الحديد الالومنيوم النحاس. هو حديد مع الحديد، يعني هو معدن عالي النقاوه، له الاسيستي معينه، ليها ميكانيكال بروبرتيز معينه. فمعدن التيتانيوم دوت عشان عالي الجوده وعلى خاطر عنده ميكانيكال بروبرتيز خاصه او خواص ميكانيكيه عاليه جدا جدا، بالاضافه الى الاسيستي او المرونه والدنيا بتاعته كويسه جدا، فبيستخدم في صناعات تقنيه عاليه زي صناعات هياكل الطيارات وصناعات الصواريخ وصناعات كثيره عديده جدا جدا بيخش فيها، زي المكانيات البريسيشن ماشينز وكل الماكينات اللي هي دقيقه جدا تستخدم فيها التيتانيوم بكل الجريدز بتاعته والنقاوه بتاعته. التيتانيوم ده قصه كبيره ومليان، يعني الحقيقه لما يكون الشرق الاوسط فيه مصنع ينتج تيتانيوم ده حقيقه ده سعره غالي يا باشمهندس جدا جدا. الماده دي ماده غاليه جدا جدا، في نفس الوقت احنا في مصر هنا ما بنجيبش، احنا بنستورد التيتانيوم كتيوبس او تشيتس او انجوتس او اي نوع من التيتانيوم بنستورده. في نفس الوقت لما بيجي نصنع اي معدات بنصنعها بره ما بنصنعهاش في مصر من خلال الماده ديت. ده موضوع التيتانيوم، وطبعا البروسيسز بتاعته ان شاء الله ممكن تكون من سهله بالنسبه لنا. هي احنا بناخد الالومنيوم ده اللي هي الماده الخام اللي اوريدي دلوقتي بقت متوفره بكميات ضخمه في السواحل الشماليه، واول مصنع عندنا هناك في الفصل في البرولوس كفر الشيخ. ان شاء الله الماده دي تخش على طول كماده مالئه لانتاج الروتايل، والروتايل دوت بيتجهز من احنا من فران عاليه بنسخن الماده الالومنيوم نطلع الروتايل سينثيتك. والروتايل السينثيتك ده هو ده بيبقى الماده الخام الرئيسيه لصناعه الحديد، صناعه التيتانيوم السبونج. التيتانيوم سبونج محتاج الماده بتاعتنا ديت اللي هي الروتايل ومعاها بعض الحاجات الاخرى زي مثلا في وحده الكلورينيشن بيخش بعد كده ومغنيزيوم كلورايد اضافات وبيحصل اكسده بنطلع بعد كده هو التيكل فور. التيكل فور دوت اللي هو تيتانيوم تترا كلورايد. تيتانيوم تترا كلورايد دوت ده مهم جدا 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 كفي صناعتين. ممكن اطلع منه الهايبول دوت او تيتانيوم تترا كلورايد اطلع منه التيتانيوم دايكسايد واللي احنا بنتكلم عليه المواد ماده كيميائيه مهمه جدا جدا في الصناعات المصريه وفي صناعات في دول العالم بالكامل، لانها بتخش اساسا في صناعه البويات وفي البلاستيك. التيتانيوم بينزل بعد كده من مرحلته الاولانيه بعد ما يتكون التيكل فور بيبدا ينفصل عن طريق الاكسديشن، بيحصل بعد كده هو فصل بيكون عندي الاسبونج. سبونج تيتانيوم دوت بيبقى عباره عن تيتانيوم لسه محتاج كراشنج. كراشنج يعني تكسير وشويه تفاعلات بتحصل وشويه معاملات بتتم لتنقيته ولفصله ولتكسيره وتوصيله الى مرحله معينه من الجرين سايز وكدهوت، الى ان بعد كدهوت
بعد التاني سبونج بنقدر نخلص منه بعد كده التسخين والاتشنج، ونعمل عمليه بعد كده ميلتنج الى ان نصل الى التيتانيوم بتاعنا، المعدن اللي احنا ممكن من خلاله نطلع كل البيلتس او البيجمنتس او قصدي البيلتس والشيتس والتيوبس اللازمه للصناعات بالكامل في العالم وفي مصر كمان. الرمال بتتاخد من السواحل الشماليه مباشره ولا بيحصل لها عمليه اعداد او تجهيز؟ لا ليها اعداد جامد، بس الحقيقه انا مش عايز اتطرق للموضوع ده لانها بروسيس عاليه جدا جدا وتقنيه عاليه جدا وشغالين فيها بسم الله ما شاء الله الحمد لله. دلوقتي احنا وصلنا لمرحله اكثر من رائعه في تنقيه الرمال السوداء، ودي هي دي الحقيقه الصناعه الجميله اللي ممكن من خلالها بنبدا نخش على صناعاتنا الثانيه السبسيدريز او الصناعات الاخرى اللي ما كانتش موجوده. طب مثل هذه الدراسات او مثل هذه المصانع او هذه الصناعات يجب ان تسبقها دراسات جدوى، بمعنى انه عندك احتياطي يكفي من الرمال لتشغيل المصانع فتره كفايه من الزمن؟ سؤال جميل جدا. سؤال جميل جدا. حضرتك فعلا ما فيش اي مصنع يقام الا لما يتعمل له دراسات جدوى فنيه وماليه واقتصاديه. اولا بتشوف الكميات المتاحه دي وعلى مدار كام سنه موجوده، وهل هي تكفي لانتاج المصنع ولا لا؟ بعدين تشوف الطاقه المتاحه للمصنع الاقتصاديه يعني الايكونوميكال فاليو للمصنع، يكون 100,000 طن مثلا 200,000 طن من التيتانيوم دكسيد ولا نوصل ل 300,000 طن. فهي الكميه في دراسات معروفه يا باشمهندس، انا اسف انا بقطعك كتير بس لان الموضوع طبعا بالنسبه لنا يعتبر يعني جديد. في دراسات بتحدد كام طن رمل يطلع كام طن تيتانيوم؟ لا 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 مش الرمل، الالمينايت. خلاص احنا سيبنا الرمل بقى دلوقتي، دخلنا وصنعنا الالمينايت من الرمل. لما صنعنا الالمينايت من الرمل هو ده الماده الخام بتاعتنا لانتاج الروتايل ومنه انتاج التيتانيوم معدن او التيتانيوم دايكسايد. طب كام طن الالمينايت؟ لسه مش واضح دلوقتي بالنسبه لنا في انتاج من الرمله الالمينايت، لان احنا المعدن الالمينايت ده اساسا ممكن ينتج في اماكن اخرى من باطن الارض وليس من الرمال السوداء. ممكن يكون يعني موجود كماده خام، ماده خام في باطن الارض محتاج تنقيه وبيتعمل له بروسيسنج بحيث ان احنا نشوف نسبه الفيريك اوكسيد قد ايه او الحديد اكسيد الحديديك قد فين، وهنا من هنا ينفع او لا ينفع في الصناعات بتاعتنا بتاعت التيتانيوم او المهم عندي دلوقتي انه دراسات الجدوى بتؤكد ان احنا عندنا احتياطي يكفي من الرمال لتشغيل المصنع لسنوات ممتده. هنا دي النقطه المهمه اللي جاي اتكلم فيها الحقيقه. بما ان توافر معانا الالمينايت اللي هيجهز ان شاء الله من المصانع بتاعه التنقيه والفصل دي، يبقى اذا احنا عندنا صناعه جاهزه ان شاء الله لانتاج التيتانيوم ولانتاج التيتانيوم دايكسايد او ثاني اكسيد التيتانيوم. ثاني اكسيد التيتانيوم احنا عرفنا صناعاته فين، والتيتانيوم كمعدن ما فيش مصنع معمول في المنطقه بالكامل لانتاج التيتانيوم، بس طبعا دي استثمارات عاليه جدا محتاجه فعلا مجهود كبير وفي نفس الوقت استثمار كبيره ودراسات جدوى تبقى فعلا فاليبل، بمعنى انها تكون قيمه مدروسه كويس جدا جدا لانتاج هذه الصناعات، لانها صناعات استراتيجيه مهمه جدا جدا. احنا عندنا كل المعدات اللي موجوده في المصانع العاليه التقنيه كل معداتها مصنوعه من التيتانيوم، الهيت اكشنجرز وكل المعدات بتاعتنا والمواسير اللي التيتانيوم كل ده في بيخش في صناعات كثيره جدا جدا، ماده استراتيجيه، ماده عاليه الجوده وعاليه الايه؟ السعر. فلما احنا نخش في هذه الصناعه دي هتبقى مكسب كبير جدا. طب المصنع اللي تم افتتاحه في البرولوس المفروض كل مراحل التصنيع دي موجوده فيه ولا دي خامات كلها بتتجهز وبتتوقف ولا لسه في مراحل؟ لسه مراحل. هنا بقى هنا الدعوه اللي احنا بنقول بيها ان احنا عايزين نخش في السبسيدريز الصناعات الاخرى اللي ممكن من خلال الماده الخام ديت يعني الالمينايت والزيركون. المصنع الموجود في البرولوس دلوقتي هيسلمني التيتانيوم كماده خام؟ لا لا لا، هيسلمني الالمينايت هو الماده الخام اللي بتخش في صناعتك اللي بعد كده اللي هطلع منها التيتانيوم. بالظبط كده. فاذا بنتكلم احنا على الماده انا هنا مخطط ان انا هبيع الماده دي ولا برضه هصنعها؟ لا لازم اصنعها بقى، عايز اصنعها. ده هنا الكلام اللي احنا بنقول عليه، احنا عندنا ممكن صناعات تقام استراتيجيه مهمه جدا تدري عائد للدوله، نعمل عماله، نشغل عماله. انا تخيلت ان المصنع ممكن يكون كيلو متر ونص مثلا لانتاج التيتانيوم دايكسايد. ده هيشغل 1200 عامل بالكثير او يعني في اول مراحله، وبعدين بيدرع على اقتصادي جامد جدا جدا، بيدخل البلد عمله. انت ما عندكش هذه الصناعه موجوده في مصر، كل الشركات الكيماويات اللي في مصر اللي بتنتج بويات زي حضرتك عارفهم كلهم بالكامل بينتجوا الشركات الكبيره بتستورد هذه الماده من الخارج اللي هي ثاني اكسيد التيتانيوم. ثاني اكسيد التيتانيوم بتستورد بالكامل من الخارج، يعني ما فيش حد في مصر بيصنع. دي ماده اساسيه في صناعه البويات. بويات يعني اساسا لصناعه البويات اولا، ثم البلاستيك والبيبر وهكذا وبعض الاوراق يعني. فاذا اساسا انت حضرتك بتستورد ماده من الخارج عشان تنتج بويات في مصر وتشوف تكمل البويات اللي بتنتج في مصر دي من الشركات المصريه. فاذا انت وفرت الماده ديت، فاذا عندك صناعه موجوده قدرت توفر جزء كبير جدا جدا من الماده بتاعتها في مصر. فعلا محتاجين هذه الانواع من المصانع والمشروعات الطموحه اللي بتبني عليها يعني انشطه اقتصاديه اخرى كثير.
لسه معنا اسئله كثيره اذا اذنت لنا يعني، لكن هستاذنك نخرج لمتابعه موجز لاهم واخر الانباء، ثم بعد ذلك نواصل الحديث معك مباشره. نذهب او بعد قليل نذهب الى زميله كريمه الحلفاوي. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، واجدد التحيه لضيفي وضيفكم المهندس عصام مدبولي خبير الثروه المعدنيه واستشاري صناعه الملاحات. اهلا بكم مجددا يا باشمهندس، سعداء بوجود حضرتك معنا. شكرا. وشكرا على هذا الكم من المعلومات اللي حضرتك يعني اضفته لينا في الجزء الاول من الحوار. اصل معك الى يعني اتصالا او وصلا بما سبق فيما يتعلق بانشاء هذه المصانع المهمه لصناعه الرمال السوداء واستخراج ماده التيتانيوم او معدن التيتانيوم وثاني اكسيد التيتانيوم. انشاء مثل هذه المصانع بيحتاج خبرات علميه متخصصه، او بمعنى اخر يعني من يعمل في هذا المجال لابد ان يكون حاصل على دراسات متخصصه في هذا المجال، فبالتالي لابد من انشاء يعني معاهد او بعض المؤسسات العلميه تدرس كل ما يتعلق بهذه الصناعه. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الحقيقه الموضوع دوت محتاج لمكتب استشاري كبير عالمي يبدا يعمل الدراسات بتاعتنا لهذا المشروع، وفي نفس الوقت عندنا شركات عالميه موجوده تقدر تعمل الصناعات ديت وتساعدنا في الصناعات دي بالكامل. فاحنا كل اللي محتاجينه طب كده يبقى كل شغلك من بره يعني الاستشاري هيبقى من بره، والخبره والنو هاو كمان بتاع هذه الصناعات بتبقى من بره. طب ما ينفعش يعني اما بقى بالنسبه للخبراء المحليين موجودين، عايز اقول لحضرتك في خبراء محليين موجودين بيشتغلوا هنا وبيشتغلوا في الدول العربيه جنبنا، فمن السهل جدا 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 تواجدهم معانا وانشاء هذه الصناعه في مصر زيها زي اي دوله ثانيه اخرى. طب النو هاو او الخبره النو هاو هيبقى من خلال يعني شركه، يعني ده سر من الاسرار؟ لا 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 مش سر ولا حاجه، هو صناعه موجوده على مستوى العالم كله بالكامل، صناعه التيتانيوم دايكسايد صناعه موجوده في فرنسا في المانيا في 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 امريكا. والشاهد هنا اللي انا بساله لحضرتك، هل من ممكن مثلا اضافه اقسام تبع كليات الهندسه في جامعات مصر مثلا، او انشاء معاهد تكون متخصصه في ده، فبالتالي نوجد الكوادر العلميه ديت وما نحتاجش للخبراء؟ والله انا شايف ان حضرتك الموضوع دوت مش محتاج في الوقت الحالي غير ان احنا نجيب مكتب استشاري يبدا يعمل لنا الدراسات الفنيه بتاعتنا المظبوطه ودراسات معاها الماليه والاقتصاديه، وبعد كده نبدا نخش على طول في التنفيذ بامر الله من الخبرات المحليه ومن الخبرات اللي نستعين بيهم من الشركات الكبيره العالميه اللي هي عندها نو هاو اساسا. لان انتاج التيتانيوم دايكسايد اللي هو ماده ثاني اكسيد التيتانيوم محتاجه نو هاو كويس، في نفس الوقت انتاج برضه ماده التيتانيوم دي محتاجه شغل جميل جدا جدا، علشان انت محتاج افران ومحتاج عندك مفاعلات عشان التسخين وتجهيز ماده السبونج تيتانيوم، ده موضوع كبير. بس انت كده حضرتك نزلت باللي هتحتاجه محليا لعماله، مجرد عماله، العماله مش خبرات علميه يعني. لا 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 وخبرات علميه محليه موجوده، احنا كل الصناعات اللي كانت موجوده في العالم بدات تنزل في مصر وموجوده عندنا صناعات، يعني في عندنا دلوقتي في صناعات موجوده الحقيقه مش موجوده في دول عربيه كتير جدا. دي هيكونوا خريج كليات هندسه اقسام ايه؟ طبعا كل الانتاج والبروسيس انجينيرنج والكيميكال انجينيرنج والكيمستس، كليه العلوم وكليه الهندسه بكل انواعها باصنافها، الكهرباء والميكانيكا وكل يعني معظم تخصصات الهندسه. طبعا طبعا طبعا. ودي الصناعات دي حضرتك انت بس بتبدا الاستراتيجيه بتاعتك بانك تقول انا هنشئ المصنع ده، وانس انك فكرت انك هتبدا بالمصنع على طول كل الامور بتتسهل وبتتيسر، وبنشتغل وبنبقى بقى خبرات على طول بتتراكم مع بعضها، والناس اللي موجوده بتدي للي بعدها وبتدي للي بعدها وهكذا الى ان يبقى يصبح عندنا صناعه. انا زي بقول لحضرتك انا غيور على بلدي في الصناعتين دول، الصناعه دي مش موجوده في مصر، تيتانيوم دايكسايد او ثاني اكسيد التيتانيوم، واحنا عملنا محاولات سابقه على مدار السنين اللي فاتت ان احنا نبداها لكن لسه ما بداناش، وجه الوقت خلاص عندنا الماده الخام بتاعتها موجوده فنقدر نبدا ان شاء الله نعمل صناعه. بس مرتبطه بفرص العمل، لان ده يمكن شيء مهم جدا، لانه يعني احد فوائد وجود صناعه قويه انها توفير فرص العمل. دي حقيقه. انا عايز اقول لحضرتك مصنع واحد بس ياخد عماله، نوعيه من الصناعه كثيفه العماله. دي كثيفه العماله، دي حقيقه. تحتاج ايد عماله كثيره، ايد عماله كثيره، سواء على مستوى الكوادر العلميه او حتى العماله العاديه، حتى العماله العاديه كمان والتكنيشنز وكده. لا لا هي وبعدين الصناعه يعني الحقيقه يعني ان شاء الله هتبقى راسخه في مصر وتزيد المصانع بتاعتها، نبدا بس اول مصنع. طالما وجدت الماده الخام يعني، طالما الماده الخام حضرتك انت عشان تعمل صناعه حضرتك محتاج ايه؟ محتاج ماده خام، وطبعا فند او تمويل للمشروع في الاضافه الى المكان اللي انت مسموح فيه الماده الخام دي. فحضرتك انت عندك الماده دي موجوده الخام اللي هي الايمونايت، بالاضافه الى سبحان الله ربنا حبانا بشواطئ بقد كده في البحر المتوسط وشواطئ البحر الاحمر نقدر نطلع الملح، وموجود الملح بكميات وفيره في اماكن مصر بالكامل. في نفس الوقت بناخد من هذا الملح الكميات اللي عايزينها عشان انتاج الكلور، والكلور لازم يقام جنب المصنع بتاع ثاني اكسيد التانيوم علشان هو اللي بيغذي
وحده الكلورينيشن عشان ننتج التيتانيوم تترا كلورايد او بمعنى صح رابع كلوريد التيتانيوم. لازم ننتج خاصه بالكلور. مصنع خاص بالكلور تبقى جنب المصنع بتاع التيتانيوم دايكسيد او مصنع ثاني اكسيد التيتانيوم. طب صناعه الرمال السوداء يا باشمهندس تصنيفها ياتي كانها صناعه مكلفه او غاليه او باهظه التكلفه؟ والله لما افكر انشئ مصنع واجيب استشاريين صناعة الى اخره الى اخره هي فعلا مكلفه لان حضرتك ذكرت الفند بسرعه يعني بس انت ما اتكلمتش عنه باستفاضه. لا هي ليها استثمار عالي. خلي بال حضرتك مش عايزين نتكلم انها مكلفة. لا مكلفه وفعلا يعني ليها شغل كبير جدا جدا بالنسبه لاستشارات الفند اللي هي فاينانشال سيتويشن بتاعتها محتاجه تعمل لها تصرف كويسه جدا وازاي انت تقدر تستعيد التمويل بتاعك على مدار كام سنه وتشوف الاي ار ار بتاعتك او معنى صح العائد التمويل. بس هي مضمونه تماما وصناعه حضرتك لما بتوجد صناعه استراتيجيه زي ديت انت بتغطي السوق المحلي كله بالكامل بماده انت بتستوردها طول عمرك بقالك سنين وسنين بتستوردها وشركات موجوده في مصر. انطلاقا من خبرتك وكون حضرتك استشاري في هذا الصناعه الاسواق المحيطه بمصر ممكن تكون يعني اسواق بين قوسين يعني عطشانه او في انتظار هذا المنتج او بمعنى اخر انه مصر هتضمن تسويق جيد لهذا المنتج. انا باكد لحضرتك ان اول ما بتطلع صناعه في مصر هنا بالكامل بتتغطى في السوق المصري وفي نفس الوقت بتيجي دول اخرى من بره من اوروبا ومن جنبنا بيقولوا احنا عايزين ناخد المنتج ده من عندكم وبنبدا نعمل جدوله للمنتجات بتاعتنا مش كافيين عايزين نعمل مصنع ثاني وثالث وهكذا. ده على خبرتي في موضوع المصانع لما بتبدأ بماده غير متواجده انت بتستوردها حضرتك خلاص انت بتوفرها بتوفر للسوق المحلي وبعد كده بتقدر تصدر كميات برضه لو في توافر الكميات وتقدر تحصل على عمله كويسه للبلد تقدر يبقى في نفس الوقت عندك عمله كويسه جدا. بالعماله طبعا اللي موجوده كمان بتعمل تفتح بيوت وكده هو يعني الفرصه الحقيقيه بتاعت التشغيل احنا ده اللي بندور عليه. يعني احنا يعني الصناعه كل الخبراء بيؤكدوا على انها احد يعني ان لم تكن العمود الفقري لاي اقتصاد مصانع فمصانع وصناعه يعني لازم. اي نهضه لاي دوله والصناعه تعتمد على الماده الخام حضرتك زي ما احنا قلنا الماده الخام موجوده خلاص يعني الحمد لله رب العالمين امبارح واول امبارح فرحانين كلنا بانتاج المواد المعادن السكريه. طب الكلور هيكون مشكله؟ لا ابدا ده مصر مليانه مصانع لانتاج الكلور بس احنا الصناعه دي بتحتاج الكلور يكون مصنعه جنبها على طول لان هو خط ماسوره بيفيد من الكلورينيشن يونتس بيروح على وحده التاور بتاعنا لانتاج التيتانيوم دايكسايد وبيطلع بعد كده التترا كلورايدز فاذا لازم الكلور يبقى متواجد في المكان والكلور زي ما حضرتك عارفين ان هو بينتج من الملح الصناعي بيحصل بالالكتروليسيس ينتج الكلورين بالاضافه الى مواد اخرى اللي ممكن يكون ليها استراتيجيات برضه في الصناعه وناخدها كمواد ثانويه زي الصوديوم هيدروكسايد فليكس او سوليوشن والسيليكيت وبعض المواد الاخرى اللي هي ممكن تنتج من خلال الفصل الكهربي لملح كبريت الصوديوم. عظيم. طب قبل ما نروح لصناعه الملاحات لانه اعتقد ده برضو احد الحاجات او الامور المهمه في يعني حاجه حضرتك حابب تضيفها في انا عايز اقول الحقيقه يعني شوف هو الحقيقه الرمال السوداء هو اللي جابني الى اساسا من الملح يعني الحقيقه احنا كلنا شغلنا كله بيكمل في صناعه الملح الحمد لله مصر ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بالشواطئ زي ما حضرتك قلت لك وعندنا الحمد لله صناعات الملح متوفره بكميات وفيره في كل حته في مصر من اول سيوه حضرتك ومرسى مطروح وانت رايح لغايه اسكندريه الى ان تصل الى دمياط الملاحات موجوده ملاحات شمسيه طبيعيه طبعا الملاحات الشمسيه ديت من اعظم الصناعات اللي موجوده لانها غير مكلفه بمعنى انت محتاج ارض ويدوبك التبخير بتاعنا الشمسي بتاع ربنا سبحانه وتعالى الشمس بالاضافه الى التركيز. بالمناسبه دي هذا الاملاح صحيه او هذا طبعا الملح طبعاً صحي؟ طبعا يا طبعا حضرتك بتنتج الملح الاول الخام اللي هو بيبقى الجوده بتاعته 97 96% بعد كده بيدخله عمليه صناعيه بسيطه جدا دي الغسيل الملح ده ما فيش اضافات عليه في ملح بيتحدث عن ملح غني باليود وغني ببعض ده موضوع بقى بعد ما بتنتج الملح المغسول بتضيف عليه بيحضروا من الملح اللي هو الطبيعي ده بالظبط الملح بقى فيه منتجات كتيره جدا يعني اذا حضرتك اول الملح الخام الملح الخام اللي بينتج من الملاحات الشمسيه بيبقى ده الماده الرئيسيه بتاعتك لعمليه الغسيل وانتاج بعد كده الملح بانواعه عندك الملح الصناعي اللي بيخش في صناعات كتيره جدا اولها صناعات الكلور والصوديوم هيدروكسيد بالاضافه لصناعات الصوديوم كربونيت وصناعات كتيره جدا كيماويات فانا ده في الصناعه لكن الاساسي اساسا في الايديبل سولت اللي هو الملح البائده ده كمياته ضخمه جدا ومطلوبه للسوق المصري والسوق العربي بالكامل حوالينا بالاضافه الى التصدير بالاضافه للملح الثالث اللي هو ملح الدي ايسنج او ازاده الجليد اللي بيتصدر للدول الاوروبيه والدول المحتاجه تذيب الجليد ليه وده طبعا ده النوع الثالث من الملح لكن اساسا احنا بنركز على الملح الصناعي اللي بيستخدم في صناعه الكلور والصودا الكاويه وصناعه الصوديوم كربونيت وبعض الصناعات الاخرى
كتيره جدا جدا. كل الانواع الصناعيه دي موجوده في مصر، وموجوده في مصر كلها بكامل، لان صناعه الملح الحمد لله متوفره في مصر وبكميات ضخمه، وعندنا الاساس موجود في اسكندريه شركه الماكسي ملاحات وبورسعيد، وعندنا في برج العرب، وعندنا في بردويل اربع ملاحات ما شاء الله عليهم بتوع القطاع العام، بالاضافه الى ملاحات القطاع الخاص ان شاء الله يعني الحمد لله كميات ضخمه، بالاضافه الى ملاحات سيوه اللي ما شاء الله عندنا خير مصر بالكامل موجود في ملاحات سيوه، كميات ضخمه جدا جدا من الملح اللي موجود هناك في الملاحات، ونقي جدا جدا. فعايز اقول ان الملح ده هو ده الماده الاساسيه بتاعتنا لدخول صناعات استراتيجيه. يعني حضرتك مثلا خليني اقول على ماده جديده خالص غير غير التيتانيوم ديكسايد، ماده الصوديوم كربونيت او انتاج كربونات صوديوم. كربونات صوديوم محتاجه حجر جيري موجود في 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 في, في المناجم بتاعتنا في المنيا وما الى ذلك. نعم. وعندنا الماده الملح، الملح والحجر الجيري نقدر ننتج كربونات الصوديوم بكميات وفيره. نعم. ما عندناش غير مصنع واحد بدوه في اسكندريه بينتج، كان طاقته كانت 70، انا ما اعرفش النهارده طاقته قد ايه شغال قد ايه، ومصنع ثاني في هندي في بورسعيد طاقته برضه قليله جدا. احنا بنقول ان في صناعات استراتيجيه ممكن تتبني على مواد خام متاحه في مصر بكميات ضخمه جدا جدا، ودي فرصه عايز اقول انها ايه بلقي الضوء عليها. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس، وان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني لاحقا باذن الله. وبشكرك مره ثانيه على كل ما قدمته من معلومات، المهندس عصام مدبولي خبير الثروه المعدنيه استشاري صناعه الملاحات. شكرا اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، الف شكر، الف شكر. شكرا الكرام، في الفقره الثانيه لن نذهب بعيدا بشكل او باخر، انا اسال حضرتك بس تنتظر قليلا يا باشمهندس، لان هذا بعيدا عن مجال الاقتصاد، شكل اخر من اشكال الملفات المهمه التي ايضا نطرحها للنقاش معكم. هذا الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الترتيبات النهائيه لواحد من الاحداث الاقتصاديه المهمه التي تنتظرها مصر، المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في الفتره من 23 وحتى 25 من اكتوبر الحالي. بعد قليل سنشرف باستضافة الدكتور محي الدين عبد السلام الخبير الاقتصادي، لكن دعونا بداية نتابع بعضا من المعلومات حول هذا الموضوع.